فيه وراضي المغطيب شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله مساكم في وبكل خير وحياكم الله في كل مكان متابعينا الكرام. اليوم الحلقه الختاميه، اليوم حلقه ختام البرامج وختام الانشطه وختام كل شيء، ولكن يا جماعه الخير انا عندي لكم كلام جدا مهم بعد ما اعرف بضيوفي، ابغاكم ترجعوا لي لان الليله نحتاج وقفه من الجميع من الجميع. ارحب بضيوف الكرام اللي اليوم معنا، ضيف الدائم الشيخ محمد الرويلي، مساك الله بالخير شيخ محمد. مساك الله بالنور، الله يحييك وارحب بك وبالسادة المشاهدين واخوي وحبيب قلبي. يا مرحبا مليون سعود، الله يوفقك يا سفير انا وسفير الوقف. يا مرحبا، ارحب سفير وقف الام وسفير المكتب الإعلامي سعود فهد، حياك الله يا أبو فهد. الله يحييك ويبقيك ومرحبا مليون، ترى من زمان ما تقابلنا وجه بوجه. ظهر من يوم زد رصيدك. اي وانا قايل له تو، قلت ما شاء الله نتفاهم بعدين ان شاء الله تقابلنا في مكان خير. انا نفسي أنا يعني اعبر عن مشروعنا وقف الام. الحمد لله الان تقريبا لنا تقريبا 13 اسبوع. مكتب الدعوه قام برعايه الدوره البرامجيه كامله، ما شاهدتوا من البرامج والأشياء المفيدة واللي قدمت هنا ومجهودات الشباب كلها يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الإخوان في مكتب الدعوة، فكان لهم مجهود كبير والحمد لله. الآن مثل ما تعرفون وأحب يعني أبشركم، الحمد لله وصلنا إلى 50,000 سهم في وقف الأم بمكة المكرمة، ولكن هالمبلغ تقريبا أو هالأسهم تعادل الثلث تقريبا. وحنا ودنا وقفة منكم كلكم، وقفة من الجميع، نحن بإذن الله الليلة ننتقل بالوقفة لنقلة، ننتقل بنقلة ثانية أخرى. نحن بإذن الله نكون ماشيين على طريق نحن نكمل الوقف، كل الأوقاف اللي طلعت على شاشة قناة بداية الكل بلا استثناء اكتمل، وبإذن الله وقف الأم واللي هي تستاهل كل خير بإذن الله، وهي سباق للخير، نحن نسبقها إن شاء الله الخير هالمرة هذه ويكتمل وقف الأم. شيخ محمد، أول شيء كأنك مواصل يومين أو ثلاثة أيام أو يمكن اقل شويه. الناس الحين تسال تقول وش استعداداتكم لرمضان؟ وش استعداداتكم للمواسم المباركه؟ وش سويتوا في الفتره اللي فاتت؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. في بدايه دائما يسبق كل موسم من مواسم الخير او مواسم الطاعات او المواسم اللي فيها اقبال من الناس يسبقها استنفار من المكاتب التعاونية بشكل عام في المملكة لطرح البرامج المفيدة والنافعة اللي ممكن أنها تكون يعني تلامس جميع فئات المجتمع وتخاطب جميع أصناف المجتمع، سواء كانت المرأة، الرجل، الإبن، الأطفال، جميع الفئات. و بلا شك من المواسم المهمة هو موسم شهر رمضان المبارك الذي نقبل عليه، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا إلى رمضان ويسلم رمضان لنا ويتسلمه منا متقبلا. هذا الموسم العظيم بلا شك أن هناك استعدادات كبيرة واستنفار عندنا في المكتب التعاوني في القريات. عندنا بعض البرامج اللي سواء كانت البرامج اللي تخدم المجتمع أو المسلمين الجدد أو الشرائح اللي هم البيئة التي يغطيها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد. بدخل معك في موضوع اللي هو طبعا أنا أدري تقريبا 39 منشط للمكتب، لكن أقرب منشط اللي هو إفطار الصائم في رمضان أو إفطار الصائمين في رمضان، مستهدفين كم عدد الأشخاص المستهدفين هم أنتم عادة؟ يعني العام الماضي كنا نحضر في ثلاث مواقع من ضمنها المكتب التعاوني ما يقارب من 1200 وجبة يوميا تحضر وتقدم للمسلمين الجدد. طبعا في المخيمات الضخمة الكبيرة المكيفة هذه اللي تستوعب 700 شخص، يعني 36 تقريبا 33 ألف وجبة العام الماضي بالإحصائية عند الإخوة، 33 ألف وجبة غطيت في موقعين مخيمات كبيرة صرادق تستقبل المسلمين الجدد، وكذلك موقع خاص للمسلمين الجدد اللي للتو أسلموا
في المكتب في مقر المكتب التعاوني في صالة المكتب أو في مكان مهيئ في المكتب لهذا الغرض لتفطير الصائمين. جميل. طيب برجع لك أنا دائما إحنا حتى في غيابك الحلقة اللي فاتت ركزنا على موضوع اللي هو السفرة الرمضانية اللي أنتم قاعدين تسوونها والمائدة اللي يعني موجهة للمسلمين والغير المسلمين. بالمناسبة العام الماضي إحصائية الإخوة يقولون إنه كل يومين في مسلم جديد. ما شاء الله. ما شاء الله. كل يومين يدخل واحد في الإسلام. ورغم أن البرنامج مو موجه مباشرة له. لا هو يأتي هو طبعا للجالية المسلمة ويأتي بعض المسلمين بأصدقاء يرون هالترابط وهالتآلف وهالتعاون وكيف الناس يعني يقفون مع بعض. عندنا هناك مبادرة من بعض الجهات عندنا بعض الجهات مثل الشباب الجوف يعني أنا أريد أثني عليهم من هذا المكان عندهم برنامج تطوعي وقفوا معنا في ترتيب هذا البرنامج. الغرفة التجارية تم التنسيق معها وتم التعاقد مع الأسر المنتجة. كان هناك رقابة على الوجبات كلها اللي تطلع من الأسر المنتجة في الجانب الصحي، نوعية الطعام، الجودة في الأكل أكيد. كانت على أعلى المستويات. يعني حتى شباب الجوف هذه الجمعية اللي يرأسها أمير منطقة الجوف ومعالي مدير جامعة الجوف كانوا موجودين بشكل يومي في الموقع، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية في ذلك الوقت. كان هناك صراحة يعني جو من التآلف. مر رمضان والناس ما شعرت يعني بالوقت، خصوصا أن هذا الإفطار صار فتح باب للدعوة إلى الله عز وجل، وصار بعض البرامج المباركة يتولد منها برامج ثانية تنفتح. اي نعم، يكون في حوارات، في لقاءات، في نقاش مع بعض، في افكار تجي معي. اي نعم. جميل. حتى قضية تصحيح المعتقدات على سفرة الطعام يسألون ويجاوبون بالضبط. حتى يعني بعضهم يجي في اليوم الاول غير مسلم يكون عنده نوع من التوجس والخوف، ما يدري ايش الموضوع، فيندمج ويكون ربما ان يعني اكثر اندماجا من غيره، ويختم هذا التفاعل باشهار الاسلام. جميل. جميل. بنرجع لك بناخذ سفير الوقف. يا مرحبا مليون. شلونك ابو فهد؟ ابشرك. طيب الحمد لله. كيف حالك ابو فهد؟ انا صراحه اهنيك واهني كل الشباب وكل اعلامي توجه لهالمشاريع التطوعيه. اهنيكم واهني صراحه اختيارات ادارات المكاتب بالشباب بحيث انها سهلت وصول برامجهم للجمهور. كيف نسقت ما بين جمهورك ومحبينك يتابعونك وبين برامج المكتب؟ وش الأنشطة اللي سويتها؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. مثل الأنشطة هذه الخيرية ترى رزق من الله تجي. يعني في بعض الناس ودهم زي هذه، لكن هي تجي سبحان الله رزق من الله. اللهم لك الحمد. يعني الوقف البر الوالدين اكتمال، وهذا وقف الأم، ولو في أوقاف ثانية بنوقف معهم ونساندهم. الناس فيها خير. حلو. يعني تقول أن الله سبحانه وتعالى مهيئ لك الخير، فهذا رزق أنه هيئ لك الخير. يا سلام، هذا رزق من الله. الحمد لله. الناس فيها خير، بس تبي يعني تبي الناس تذكره، ممكن توعيه. ممكن في واحد يجيك والله أنا ودي أتبرع بشيء بس ما في شيء، ما أعرف وقف مثلا. أن تجي يعني تدله، الناس تبي بس من يدله. وأشوف أنا في تفاعل كثير اللهم لك الحمد. طيب أنت تأيد أن الواحد يكون عنده هم واحد، مثلا مشروع واحد، أنا بلاش أتشتت يوم أعلن عن كذا ويوم أعلن عن كذا، أنا خلاص أبا أجلس الفترة 3 شهور 4 شهور على جمعية واحدة وعلى مكتب واحد بحيث أني أركز مجهوداتي عليه. يا سلام. ولا من النوع اللي تقول لا كل ما جاني جمعية موثوقة ورسمية وكذا أبدأ أنشر لهم؟ لا، شوف، إذا أنت الأخوان الله يجزاهم خير يعني حطوا الثقة فينا حنا يا شباب، أنت ودك تخلي همك موقف واحد يكتمل، يصير في أوقاف ثانية، فهمت؟ يعني أنا سعود فهد
أصير بوقف واحد أجتهد فيه، لأني إذا رحت وقف هذا تشتت أصلا، الناس ما تجي تروح هنا ولا تروح هنا، لكن اجتهد بوقف واحد ممكن تكسر المسافة اكتمال الوقف، ممكن بدأ ما يقعد 3 شهور ممكن يقعد شهر واحد باجتهاد. طيب وش رأيك في مكتب الدعوة بالقريات؟ ما يحتاج، شفت أنشطتهم؟ نعم. حريص أنك على الأوراق الرسمية قبل تبدأ أي مشروع عشان الناس اللي وراك بعد؟ أكيد لازم، أي خطوة تخطية لازم يعني يصير شيء، ترى شيء ضروري، ترى شيء رسمي ومع ناس ثقة، يعني ما تدخل مع أي شخص. جميل. طيب وأنا ضروري برضه أوري المشاهدين أوريكم بعض منجزات المكتب. نطلع تقرير جميل جدا عن نشاطات وإنجازات مكتب الدعوة بالقريات ونرجع لكم. يعمنا السعاد ونجومنا تنير سمان فايح العبير وراضي المطير، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير. بنفايح العبير وراضي المطير، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير. بداية واقع من حياتك. بنفايح العبير وراضي المطير، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير. حياكم الله ورجعنا لكم. طبعا ما يخفى عليكم اليوم كان معنا نجمنا سعود فهد، معنا الشيخ محمد، فصار زيادة شحنات كهربائية هنا في الاستديو، فحصل ضغط على الكهرباء شوية فانقطعنا، ولا كيف يا ابو فهد؟ انا اقول بس ما اقتنعتوا انتم، انا اقول من الجمال عجزة الكاميرا يعني تلقط الموضوع، فصار في تلخبط الشحنات الكهربائية وزي كذا. يعني جمال اخلاقك والله. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يعطيك العافية. طيب نرجع لموضوعنا. احنا وقفنا على موضوع اللي هي مناشط المكتب وانشطة المكتب. الامانة كنا نتمنى ان هالحلقة نعلم فيها انتهاء واكتمال الوقف، الامانة. صح. والكل يعني كل كان متحمس لهالموضوع، لكن نقول لعل في الامر خير ان شاء الله وباذن الله انه يكتمل. ايش راح تسوون يعني، وين راح تقفون عند هالحد، ولا راح تستمر اللي نشر السفرة ونشر المكتب والحسابات شغالة في الغالب؟ بالنسبة للكاشات وبالنسبة للفواصل إلى آخره راح تستمر بإذن الله إلى نهاية هذا الشهر إن شاء الله، شهر شعبان. أنا أقول يعني الناس الآن يعني هي فرصة بين أيديهم ووصلت إليهم إلى يعني إلى بيوتهم من خلال هذه القناة الرائدة المباركة، فأنا أعتقد أنه مثل ما تفضلت بالإمكان أن يكتمل هذا الوقف هذه الليلة. أنا أقول يعني لست من مشاهير تويتر ولا وسائل التواصل، يعني أنا اللي أمامي من الأخوة يعني سواء كان أبو فزاع ولا أخوي سعود، أعتقد أنه ممكن لو قلنا نصف المتابعين
بادر ب100 ريال من أجل والدته.